كلكم ناطرين تعليقي عن غنية مريم كلينك الجديدة حطوا بليز. حطوا بليز. حطوا بليز. انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، كل العالم بدها تعرف الأسباب الحقيقية لهيدي الانفصال، إضافة للكابوتشينو الذهبي اللي عم تشربه نسرين طافش، والوقعة المضحكة للنمبر 1 الأستاذ محمد رمضان، ومواضيع أخرى بانتظاركم. ما رح فيكن تقفوا ولا موضوع، خليكن متابعين. يعني على ما يبدو مريم كلينك سمعت نصيحتي وأطلقت غنية يعني بستحي أعرض كتير أجزاء منها. هيدي الغنية سمتها حطوا بليز، يعني كلنا منتذكر غنيتها يلي عملت ضجة كبيرة بالعالم العربي يلي هي جول فوت الجول، هالمرة حطوا بليز. يعني مريم كلينك سمعت النصيحة يلي قلت لها إياها وصارت عم تعمل من الأغاني يلي بتليق بمستواها لحتى تنال رواج، لأنه هي بتعرف إذا ما أوفرت ما بتحقق انتشار. خلينا نشوف مشاهد صغيرة من هيدي الغنية وبنرجع لها. حطوا بليز. حطوا بليز. بليز بليز. حط الماسك بليز. حط الماسك بليز. حط الماسك. حط الماسك. حط الماسك بليز. هلا بخصوص مريم كلينك ما رح اتناولها، يعني الواحد شو ما بيحكي عبس ما رح يعني تغير شيء، لانه اصلا هي مش قادرة تطلع من هيدا السياق الفني، لانه ما بتنجح اذا ما اوفرت، لانه ما عندها فن. بس اللي بدي اساله هو لإيلي داوود يلي هو مخرج هيدي الاغنيه ويلي هو اصلا كمان مشارك بالغنيه، بعده مصر انه فنان. يعني لحتى اعطيكم هيك تشبيه بسيط وانتم رح تفهموا لحالكم، انه مثلا هلا جبنا طاووس قلنا له للطاووس عملنا اغراء، عملنا شيء حلو، بيجي الطاووس وبيفتح لنا ريشاته وبيبلش بيطلع وبيمشي وبيتغندر، بنقول واو شيء حلو، يعني ليه بقله قدر يعمل الطاووس اغراء، برافو ادى دوره. بس مثلا قولوا للعنزة تعي اعملي لنا اغراء، بتجي العنزة بتقف عند الكاميرا وبتعمل شو ما تجرب تعمل، شو بدها تفتح ما ماكسيموم تعمل ما 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 خلص. العنزة دورة تكون عنزة والطاووس دوره يكون طاووس، ما رح فيها تفتح ريش ولا حفيها تتغندر، شو ما تعمل بتضل عنزة جربانة. يا خيي اغراء ما في، يعني القالب غالب، انت سبحان الله ما عندك هيدا الشيء، خلص خليك ورا الكاميرا، عود صور اعمل فيديو كليبات، بس مش انت تكون مطرب يا خيي، مش لبق لك مش لبق لك، يعني سوري منك، يعني انه ابدا ما في نو كومنت. شنو هذا لنسرين طافش؟ مثل ما بتعرفوا كل السوشيال ميديا مطبولة مؤخرا، خطبة نسرين طافش من سري كويتي ملياردير وتفر، كآخر فترة كلنا عم نسمع خطبة خطبة وزواج وزواج، وما في شيء بعد بيأكد هيدا الموضوع. ولكن اللي لفت النظر هيدا الأسبوع هو نشرة لفيديو عم تشرب فيه كابوتشينو مطلي بأوراق الذهب. يعني خلصنا من هديك الممثلة كانت عم تعملنا صابون بالذهب، هلأ صار الذهب على الكابوتشينو، يعني شلناه من الصابون اللي على الجسم حطيناه بالكابوتشينو. ما فهمت انا شو الهدف من هيدا الشيء، شو الهدف من حط الذهب على الكابوتشينو؟ بدك تغيري لون بولك مثلا، ما لون البول من لون الذهب، شو الهدف يا اختي؟ شو هالمياعه هيدي؟ شو عم بتحاولي توصلي فكره انه هيدا عريسك غني ومقدم لك كابوتشينو بالذهب؟ مش معقول لهون وصلنا، يعني عن جد شيء تعتير. كمان بدنا نقول شنو هذا لمحمد رمضان يلي كان عم بيعاني من هجوم كبير عليه، وذلك من بعد نشره لصور مع شخصيات من إسرائيل، الكيان الإسرائيلي المحتل، الذي أدى لموجة غضب كبيرة عليه، وأخيرا وعي جمهوره ووعي العالم العربي. أنا كنت بتمنى أنه يوعوا قبل على فنه، بس ما وعيوا إلا على التطبيع، أنا النمبر 1 وأنا النمبر 2 وأنا السلطان وأنا ما بعرف شو بالآخر. المهم أنا ما بيهمني من هيدا الشيء إلا الوقعة يلي لقحها على الأرض، كدش الأرض،
يعني كل هالشوفة الحال وكل هالعز والنمبر وان وانا وعالفيت اللي بيتغندر وبيمشي وشايف حاله وبالاخر شقفة زحطة حطته بأوطى المراتب. يعني سبحان الله عن جد، يعني اوقات نحن ما بنعرف قيمة قشرة الموزة، ما بنعرف قيمتها لانه اوقات بتخلينا نشوف عالم قدامنا بقيمتهم الحقيقية. يا شماتة أبلة زازة. انتشرت مقابلة مؤخرا لحلا الترك عبر قناة MBC وسألوها عن مين بتفضل بين عدة أشخاص، خلينا نشوف شو جاوبي. حلا، أهم ثلاث أشخاص في حياتك؟ تيتا عمتي وخالتي. يعني كتير عالم بلش يقولوا انه حلا الترك ليش قالت ستة وليش قالت عماتي او خالاتي، ليش ما قالت بيا وامها. انا بقولكم انا صراحة كتير حبيت جوابها اصلا، انه مثل ما كنتم شايفين بيا مسحور وراكد ورا دنيا بطمة بين السجن والمغافر وحمزة مون بيبي وحمزة مون نيني، فما انه فاضي وعندها امها كمان ما صارت فاضي، صايرة هلأ فاشينيستا على الانستغرام وبتقلكن حطوا مكياج ووجه وغسلوا وشكن، فمش فاضين لبنتهم. يعني أبسط دور للجدة إنه هي تكون قاعدة حد بنت ابنها. يعني أنا بالعكس حبيت كتير جوابها لأنه أنا كتير بحبها لستي الله يرحمه وبعرف قيمتها، فهيدا بيعني إنه على الرغم من كل شيء حلا الترك عندها استقرار عاطفي على الرغم من خلافات أهلها. أنت تتكلم جد؟ والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. نادين نجام صارت عم تطاط تضايق كتير من التعليقات يلي عم بيقولولها انه انت طلعتي على حساب الممثلين السوريين، الامر الذي ادى لغضبها ونشرت بوست على انستغرام عم بتوضح فيه فكرتها وعم بتأكد انه هي موهوبة ولو ما عندها موهبة ما كانت وصلت، وهيدا الحكي اكيد صحيح. انا كنت بتمنى تعليقات الناس كانت تكون على مبالغتها بعمليات التجميل وعلى زيادة مساحة وجهها، عم بتصير تعمل اعمال توسعية رح بتصير قد مساحة امريكا مع الالاسكا، ولكن مش هيدا المهم. اليوم انا كمان بأكد انه معها حق بكل شيء قالته، يعني بالنهاية مش يعني الممثلين اللبنانيين انه هن ما بيكونوا ناجحين الا اذا مثلوا مع الممثلين السوريين، نحن عنا اعمال لبنانية ما فيها ممثلين سوريين ونالت نجاح كبير ان كان بالكوميديا او بالدراما، ولكن للأسف انه بالسنوات الاخيرة كانوا المنتجين تيوفروا المال كانوا عم بيجيبوا ناس ما خاصة بالتمثيل وبيشغلون كومبارس، وبتعرفوا اوقات كومبارس واحد بالمشهد بينزع المشهد كله لانه ما بيكون عنده خبرة وبصير يحكي من غير تلقائية، وهيدا الشيء بيعود لارتفاع تكاليف الانتاج. يعني عنا بلبنان نحن ما شاء الله ممثلين كتير شاطرين، مش بس نادين نجام او عمار شلق او سيرين عبد النور او كتير غيرهم بالعكس، ونادين الراسي انا كمان بحب تمثيلها ما جيبوا غصن، في عندكم كتير ممثلين يعني مش رح اقدر اذكرهم كلهم، فما بدنا على طول نجي نقول لولا اللبناني ولولا السوري، بالعكس هو نجاح العمل بيكون بالشخصيات الموجودة فيه ومش على جنسياته. No chance. No chance هالمرة شكله لاستمرار علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني. بداية كلنا بنعرف انه هيدي ثالث علاقة معلنة لعمرو دياب، كان عنده علاقة قبل بممثلة مصرية ورجع بعدين ارتبط بشخصية سعودية تدعى زينة عاشور وهلأ بدينا الشربيني، فشو السبب لهيدي الخلافات بيناتهم؟ حسب ما عرفنا وحسب ما عم تتداول وسائل الاعلام انه دينا الشربيني طلبت من عمرو دياب يعلن زواجهم وحتى طلبت منه انجاب الاولاد. هلا عمر هلا دينا صار عمرها 35، يعني ممكن بعد 5 سنين تصير صعب عليها قصة الانجاب، وبالنهاية معها حق، هو عنده 4 اولاد عنده 3 من الثانية وواحدة من الأولى، وبالتالي حقه حقها هي كمان تعيش حياة طبيعية ويكون عندها أولاد، ولكن عمرو دياب رفض شديد، والسبب الأساسي لهيدا الرفض إنه هو زوجته يلي هي الثانية زينة عاشور بيقولوا إنه الانفصال بينه وبينها منه على الورق، يعني هو مش انفصال رسمي، لأنه إذا صار الانفصال رسمي ساعتها رح يضطر يدفع مبالغ نص ثروته
زينة عاشور، وزينة عاشور سبق وذكرنا أنه هي سعودية وأيضا أمها سورية وتحمل الجنسية اللبنانية، وهي أيضا سارية جدا ومنا بحاجة لأمواله. وبعتقد أنه السبب لأنه العلاقة بعد الصورية على الورق كرمال ما يضطر يدفع نص ثروته لعمرو دياب، كونه زينة عايشة ببريطانيا وشكله عمرو دياب عنده ممتلكات ببريطانيا. أنا بنصحها لدينا الشربيني أن تكمل حياتها مع شخص آخر، بما أنه هالقد الماديات أهم منك بالنسبة لإله. No chance. ما في تشانس أبداً. كمان No chance أنه شكله يدخل زوجة لنانسي عجرم على السجن، وذلك مع أنه صدر قرار بسجنه من 15 سنة ل 20 سنة، ولكن في قرار تاني بيلغي هيدا القرار، وهيدا القرار اسمه الدفاع المشروع، كونه بالنسبة للقضاء وحسب الإثباتات الجنائية انه الموضوع صار دفاع عن النفس. انا مش رح أعلق على هيدا الموضوع لانه لاحظت فيه انقسام كتير عمودي، يعني يلي مع هيدي الجهة لا بيقتنع بوجهة النظر التانية، ويلي مع هيدي الجهة ما بيقتنع بنظرة الجهة الاولى. ولكن بس حبيت خبركم انه ما رح يفوت السجن، لانه كتير كان في وسائل اعلامية عم بتروج انه رح يدخل السجن، وهيدا الشيء مش مزبوط. يا سلام يا سلام، والحشا سندريلا، فشرة سندريلا. بسندريلا اليوم اخترت فرجيكم جزء من عيد ميلاد بنتها للممثلة المصرية بوسي، إذ انتشرت هيدي المشاهد على مواقع انستغرام. أنا عادة بفرجيكم مشاهد لأشياء فخفخة ومبهجة ومبالغة، بس حبيت هيدي المرة فرجيكم العيد المتواضع، العيد الحقيقي، العيد اللي ما خصه الشو أوف، عيد خاصه انه نحن مبسوطين بعيد الشخص اللي قدامنا، لانه مرت سنة بالحياة وهو موجود حالنا. وشفت هيدا الشيء وشفت هيدا الدفى بالعيد يلي عملته بوسي وعائلتها لا زوج بنتها او لبنتها، مش متأكد من الخبر، ولكن شوفوا قديش في حنية وحب وانعدام للشو اوف بهيدا الفيديو. انا حلوة يا جميل، يلا يا سلام يا سلام، والحشا سندريلا، فشرة سندريلا. بسندريلا لليوم كنت عم لاحظ مؤخرا في عنا ملكة جمال لبنان السابقة سندريلا رزق، يعني مشهورة وأيضا ظهرت بعدة برامج على القنوات اللبنانية مؤخرا، ولكن لما عم نشوف صورها على الانستغرام صرنا عم نلاحظ انه في مبالغة وتنفيخ كتير بعمليات التجميل، وخاصة من ناحية تمة. ما شاء الله صار بساع صالون وأوضة صفرة، وكمان عشوائي رح نفتح أوضة نوم. كتير مبالغة يا ساندرا، يعني دعانك. شوفوا الصورة كيف كانت قبل، مع انه ما كانت بيرفكت وجمال خارق، ولكن كان عندها جمال وشخصية إلها. هلأ صارت تشبه مثل اي شخص تاني، وايضا صار في مبالغة لدرجة ما عدنا نتقبل شكل وجهه. يا سلام يا سلام، والحشا سندريلا، فشرة سندريلا. من ملكة جمال لبنان السابقة منكون لملكة جمال لبنان الحالية يلي هي مايا رعايدة، يلي كان يعني هي صارت ممدد لها، صارت نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، ما عنا غيره، ان شاء الله بقى بيجينا رئيس جديد وحلة سياسية جديدة. كمان نفس الشيء مايا رعايدة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية صارت هي للمرة الثالثة ملكة جمال لبنان. فملكة جمال ممدد لها نشرت صورة بهيدا الفستان. هلأ صراحة الفستان حلو وبيذكرنا بعهد الفايكينج نوعا ما، ولكن شو قصة هيدا الشق الواصل لهون؟ يعني مايا رعايدة كل سنة عم بمددولة عم بيزيد شقة، يعني إذا بعد السنة الجاي بمددولك بحس شقك رح يوصل للرمانات، وساعتها شق 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 الشوق. ما تنسي يا مايا انك كمان بتمثلي جزء كبير من البنات اللبنانيات، وحاولي تحافظي على صورتهم بشكل افضل. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. بتحت الارض ريتك لليوم في عنا فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لعاملات اثيوبيات مغادرين لبنان ومكيفين، وصراحة ما بلومهم انهم مكيفين، ولكن المشكلة الاساءة بالجمل يلي قالوها ووجهوها للشعب اللبناني. خلينا نشوف شو قالوا ومنرجع. ويلكم تو رابين هاي انترناشنال ايربورتس، باي 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 باي
باي لبنان. نحن رايحين اثيوبيا. نحن رايحين على البلد. اذا بدكم انتم كمان طولوا عنا. تفضلوا. اي احلى وسهلا. على بلدكم تشتغلوا قدام عنا. اي بدكم؟ تعوا. عنا في شغل بس ما في باي باي. هلا عنا في شغل باثيوبيا بس ما بتدفع لكم دولار لتكون مصاري لبنان. بر. بر. يعني ندفع لهم مصاري تبعهم لا مش دولار. بدكم؟ تعوا. ما تبر اوكي؟ شوفي في وين مصاري. What's coming you wanna raise your pants? Okay, no problem. يلا, come on, Ethiopia. زمزم تهربي تقبل. زمزم بنحبك. إن شاء الله بتسالي بالسلامة رفيقتنا. غالي علينا. بنحبك غالي علينا. يا أختي. يا أختنا. يعني أنا أكتر واحد بحترم عاملات المنزل يعني وببيتنا الحمد لله الله قدرنا أنه نعيش مع أكتر من عاملة منزلية أو خدامة أو التعبير يلي بتحبوا تقولوا وكنا نعاملهم مثل أخواتنا ومثل أهلنا وكنا إذا مرضوا نعتل همهم وكنا نجيب لهم موبايلات وقد ما فينا نكون متسهلين ومتفاهمين معهم ولكن أنا ما بلوم هودي العاملات المنزليات بقدر ما بلوم هيدا الطاقم السياسي الفاسد اللبناني يلي سبب إنه هيك عالم تشمت فينا. أنا بدي وجه حكي بس لهودي العاملات الأثيوبيات مش لكل الأثيوبيات ولا لكل العاملات المنزليات لأنه أنا متأكد في منهم فاتوا على بيتنا وما بيحكوا هيدا الحكي. إنه أنت يا حبيبتي قبل ما تجي على لبنان أنت ما كنت تعرفي طنجرة من النوناية. كنت تتحممي بالسنة مرة عند اللبنانيات صرت تعرفي كيف تجلي وصرت تعرفي انه بياكلوا الرز بالملعقة مش بياكلوها بايدهم يعني انت اللبنانيين اذا بالمصاري ما قدروا دفعوا لك هن عندهم فضل عليك لانه علموك كيف تتصرفي وكيف تصيري انسانة محترمة بالمجتمع عدا عن المصاري لما كان في دولار ما كان في مشكلة كنت تروحي تقبضي بالدولار وتبعتي لاهلك للي بدك اياه صحيح عانيتي اخر فترة قبل ما تروحي على لبنان بس المعاناة مش عليكي بس المعاناة على اللبنانيين كمان ولي تحت الارض رايدك جرسينا انتشر هيدا المقطع للممثل السعودي مهند الحمدي يلي كان عم يحكي بكل ثقة عن موضوع الزواج خلينا نشوف مقتطفات شو قال انا انسان مو مؤمن بالزواج ابدا ابدا وما عندي ثقة بأحد أبداً بالزواج. أنا أقدر يعني على الأقل بعد ميلادها مسؤول. أدلعها يعني وأنا إنسان أحب عندي جانب أرستقراطي شوية أحب كذا أسوي أشياء فخمة فهم قصدي؟ فإذا أنا ما أقدر أدلعها مرة بلاها وأخري يعني ما أبغى أحب يعني حبيب قلبي قبل أنت ما تجي تعمل شروط على البنت شو بدك وشو ما بدك وكيف بدك إياها وشو الشرط لتتزوج أول شيء طلع من عيادة التجميل وبطل منافسة انت وياها يعني حلو الثقة مع انه انا عم بيقولوا في علاقة مع مود اللبنانية بس هذا الموضوع ما فات براسي على كل حال قبل ما تجي تتفلسف على موضوع الزواج طلع من عيادة التجميل ما شاء الله وجهك رح يصير قد خريطة الجزائر ما يبدو بدك تضم الصحراء الغربية لألك على كل حال ما بعتقد انه اصلا حتى البنات قتلين حالهم ليتزوجوك ولي تحت الارض رايدك جرسينا جليلة عم تطلب من امها عريس معين خلينا نشوف هالمرة مين بدها جليلة موي زوجيني هذا موي خليته قلبات هذا بسيطة طلبك كتير سهل جليلة حبيبتي بس عليك انه ترسلي كلمة دريم او حلم على الرقم تحت الارض رايتك وبعدها يتم الاستجابة لك ويتم ان شاء الله تحقيق دعائك يعني هلأ معلومة راح يترك كل شيء في بنات بالكرة الارضية ويترك جينيفر لوبيز وشاكيرا وما بعرف مين لحتى يقعد بحضن جليلة ليش يا حبيبتي قاد هو اذا قعد حدك معلومة الصبح بشوفك بشكل بعد الظهر بشوفك بشكل تاني انت كل يوم بتغيري شكلك بالتجميل انت بمراحل شكلك قاطعة بمراحل اكتر ما بتقطع فيها دودة الاز تتصير فراشة يعني ما شاء الله عني ما بيتلحق لك عمليات على كل حال خليك بتامر حسني وبسمة لانه ما بعتقد رح تقدري تتخطي حدود العالم العربي ولتحت الارض رايدك جرسينا
هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة، بتمنى تكون نالت اعجابكم. مثل العادة ما تنسوا انه فيكم تتابعوني على انستغرام او تسألوني اي سؤال بدكم اياه او تبعتولي مواضيع حابين احكي عنها، اضافة لانه ترنوا الجرس لحتى ما تفوتوا ولا حلقة من برنامج السكر، لانه الاتي اجمل بكتير.